طبعا بما انه اليوم كده عم بحكي عن الاسامي والاسماء وكل شخص فيكم اذا مقتنع باسمه وبحب اسمه ايه او لا، وقديش الاهل بيتعذبوا ليختاروا الاسم، ويمكن بعدين الشخص لما ينلزم باسمه ممكن يحبه ممكن ما يحبه، والهو الشخص بحد ذاته يلي بحل اسمه، هيدا نحن متفقين عليه 100% شو ما كان الاسم. بسطت انه في كتير اسماء اليوم شاركوا معنا جديدة اول مرة بتشارك، لانه اسماء شوي غريبة وشرحت لنا شو معناتها. كينانا طاهر، كينانا صباح الخير جوزيف، لسه بتابع عالم الصباح من الدنمارك. لحظة راحت الصفحة، كبست شي غلط، حساس التابلت اللي معي، من الدنمارك. وكينانا طبعا شو حاطت عن عفوا، اذا كنت عم بحكي عن الاسماء اليوم كل نهار وحبيت كل حدا منكم يعطي معنى اسمه. من الدنمارك اليوم، اسمي كينانا يعني جعبة السهام، بحب اسمي بس لما يسألوني الدنماركية عن معنى اسمي بيستغربوا كيف اهلي سموني باسم شنطة روبن هود. الاسطورة، الاسطورة معنى اسم نعيمة في اللغة العربية، معنى اسم نعيمة، نعيمة اسم مصدر نعم، نعم بالنعيم، حسن الحال وراحة البال، ما يتلذذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والطعام والمشروبات، النعيم، الفردوس السماوي، دار النعيم، مقر الأبرار، واسمي نعيمة. إسراء قسيم، صباح الخير جوزيف، اسمي إسراء معناه الليلة التي أسر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء وعرج فيها للأرض، ليلة الإسراء والمعراج، ونحب اسمي كثيرا. حلو اسمك يا إسراء. ديما منصور، ثلاث نقاط ما حبيت تتعلق على الموضوع. ام هادي، صباح الخير جوزيف، انا اسمي اشعار، اي جمع شعر او اشعار يعني قصيده، وانا بحب اسمي لانه مميز ونادر جدا بالفعل. كرم فواز، صباح نور جوزيف، طبعا بحب اسمي كتير كرم، وهو معروف شو هو الكرم. ريتا دغليان، اسمي ريتا يعني اللؤلؤه، وبحب اسمي وبتخيل حالي باسم تاني. طارق، اسمك حلو بصراحة، thank you يا طارق. ذكريات العشاق، يسعد صباحك كتير، حلوة اسمي لأنه أمي وبي هم اختاروا كمان اسمي، بحبه معنى صوت نوع من أنواع الطيور. ريتا، بعض القلوب جميلة كالورود، تضيف لحياتنا رائحة الود والمحبة والاحترام، تزهر يوما بعد يوم لتلون حياتنا بألوان الفرح، صباحك ورد. ولألك كمان، اسمي ريتا هو اسم مختصر من مارغريتا، اختصروه بريتا لجمال رنين الاسم معناها اللؤلؤة، أنا بحب اسمي كتير، بحب اسم رشال لقلبك السعادة. ريان صلح، ريان باب من أبواب الجنة، ريان كمان، يسعد صباحك. إيفا شاهين، أنا أم الخليقة كلها حواء، إيفا، إيف يعني، نيحة. عدول جبريل، اسمي عدول يعني العدل بين شغلتين أو العدول، كتير بحبه لأنه مميز، وهيدا اسمي مو اسم الدلع. زينب فؤاد، صباح النور، زينب معناها الشجرة الجميلة، بحبه الحمد لله، بكفي أنه ماما اختارته لألي. ريان، صباح الخير جوزيف، اسمي ريان، ويقال أنه باب من أبواب الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. مياسة غانم الأعور، اسمي مياسة وصراحة كتير بكرهه، كان بحب اسم تاني أكيد مثل سارة، تاليا، أو شيء اسم حلو جديد، يلا بسيطة بس معنى الاسم القد الجميل. مياسة كتير حلو اسمك، كتير حلو اسمك، بالعكس القد الجميل يعني، وحسب صورتك هون كمان أنت مياسة. كمل كمان، بشيرة بريدي، صباح الخير، اسمي مؤنث بشير وهو من صفات الرسل والأنبياء، وأنا ما بحب اسمي بس ماشي الحال، بس برجع بقول لك الانسان هو اللي بيصنع جمال اسمه، يعني بيصير يحلى الانسان بالشخصيه، وبشيره في احلى من بشيره، والبشاره طبعا كمان الانسان اللي بيبشر. نادين عبد السلام، نادين ومعناه الامل، يسعد صباحك جوزيف بالمحبه والامل، ولك كمان يا نادين. ما رح اقدر اقرا كل الكومنتس لضيق الوقت، وطبعا بس طبعا كل اسمائكم شو ما كانت رح تكون حلوه، لانه انتم بتخلوها تصير حلوه مثل ما انتم بتخلوا حالكم تكونوا سعداء بالحياة بكل شيء بتعملوه يوميا. نحن وياكم مع أجواء العيد من هلأ ل 6-7-8 جانيوري، عالم الصباح رح يلبس حلة العيد، وانتظروا منا حلقات خاصة بالأعياد، كريسمس وراس السنة، وكريسمس طبعا عند الطوائف الأرمنية كلها، نحن جاهزين لقدم لكم الأفضل، رح نتواصل معكم، وهدايا كتير رح توصلكم طبعا من خلال عدة مسابقات رح نكون فيها ببرنامج عالم الصباح. نحن وياكم رح نروح عند شيف محمد ورشة ملح ليكمل وصفته. مشاهدينا بتحييكم من جديد، بلشنا بالحلويات صارت جاهزة، عملنا مد الفستق ورح نبلش نحضر تاكو السمك.
عملنا السمك بالفرن، حطيناه مع زيت زيتون وملح وعصير الحامض، ورح نبلش نحضر البصل، بصل احمر رح نعمله بهالشكل، بصل جوانح بنفرمه، بدنا بصل، بدنا فليفلة، سمك. دائما نحن عم نفرم ننتبه على ايدنا. رح نحط المقلة واكيد زيت الزيتون، ودائما بذكركم بس نقلي بزيت الزيتون بنحط المواد مباشرة. تحريك، رح نحط فليفلة، كمان نفس الشيء بدنا نفرم تكون تقطيعتها تشبه البصل. بهالوقت عم تمرق المقادير على الهواء، فينا نسجلها وصفة طيبة وتتحضر بشكل سريع. الخبزة فينا نعملها هلا، بفرجيكم كيف عملناها سادة، فينا نعملها ملونة. هاي الفلايفلة خلصت، اهم شيء دائما نحط كمون وملح وبهار ابيض. رح نضيف، نحط بندوره، رح نعملها بندوره على المكنه، رح اقول لكم كيف نعملها بشكل تطلع طيبه كثير. رح نحط بندوره كرزية أو بندورة عادي ما في مشكل، وبصل، فينا نضيف ثوم وفينا نعملها بدون ثوم، وشوي صوص البندورة وعصرة حامض وبنخفقها. نحن السمك فينا نعمله بطريقتين، فينا نعمل السمك ب هيدا الصوص صار جاهز، رح كمان نضيفه، شفنا كيف صار اخذ اللون المطلوب، رح نضيفه فوق الفليفلي والبصل. رح نحط الملح، كمون، واو بهار الأبيض، شيء بسيط. رشة كزبرة يابسة وشي بسيط من الكزبرة الخضراء، لأنه حضيف على وجهة كزبرة خضراء. هاي الكزبرة صارت شبه جاهزة. بهالوقت رح اجيب السمك، السمك
سمك الشوى، شفنا كيف عملته بهي الطريقة، وراح حطه قطع فوقه بهالشكل. بيتفرفت بيرجع هو معهم. فينا نعمله مكعبات صغيرة ونقليه لوحده. أنا بفضل دايما نروح على الشوي أكتر. الحامض بيعطي نكهة كتير كتير طيبة مع السمك مع الكمون. صار كافي. وبنحرك. شفنا كيف صاروا. هيدي صارت جاهزة لنبلش نحطها بالخبز. هيدي الخبزة طحين بيض مي وملح ورشة حليب. طحين بيض مي وملح ورشة حليب، وممكن إضافة شيء بسيط من الزبدة عليها. هيدي رح نبلش نسكب ونحط ب جات. هيدي الألوان فينا نلونها بمية السبانخ نعملها خضرة، وفينا ندخل أي صبغة أكل عليها ونحطها بهالشكل. هلا بس نرجع بنوقفهم. رح نحط لها بعد على الوجه، هلا حنبرش الجبنه ونحط كمان رشه صغيره من الكزبره الخضراء اللي بتعطي نكهه كتير طيبه مع السمك. شفنا الوانهم موجوده، اذا بدكم تعملوها بالبيت موجوده بالمحلات، فينا نشتريها وما بتخرب، بتقعد عنا اسبوع 10 ايام العجينه اذا كنا ضبينا بعلبه ما في عليها هواء. واللي ما بحب السمك فينا نعمل نفس الخلطه بس نعملها مع صدورة دجاج مسحب، نفرمه ناعم وبنقلي نرجع بنحطه بهالشكل. رح نعمل شي بجبنة وشي بلا جبنة. بعد عنا طبق كتير مميز اليوم، حنعمل الحلوم مع دجاج، سلطة كتير طيبة وتجربوها. حلوم مقلي مع دجاج كتير طيب. هيدي تاكو صارت. فينا نقدم معها على جنب صوص طماط فريش وندخل على الحر اكثر شوي، يطلع كمان نكهته كتير طيبه. فينا نضيف زنجبيل اخضر هلا بالشتويه كتير طيب. فينا نضيف كرات وكرفس، يعني فينا نضيف خضار موجوده عندنا دائما عند ست البيت، فينا متوفر فينا نستخدمه. هيدا خلص. رح نحط كمية. بهالشكل. خلينا نوقفهم. نحاول نوقفهم شوي ياخذوا شكل دائرة ونبرش عليهم الجبنة.
إذا ما وقفوا فينا نعملهم بطريقة تانية، نعملهم هيك ونبرش جبنة عملنا قالب مد الفستق، مد قشطة بالفستق مع قشطة، عملنا قشطة احنا عملناها اليوم على طريقتنا، حطينا قشطة، عملنا حليب وقلنا لبن، فينا نحط خل، شوية مزهر بيمشي الحال. رح نبرش جبنة ونضيف شوي بهالشكل، خلي شي بدون جبنة، كزبرة خضراء، حط عليها كزبرة، ممكن نضيف حامض، دوائر حامض قدير مع السمك بيمشي الحال. فينا نعمل أشكال فيها، بنغير بهالشكل، بعد ما قطعناها دوائر بنرجع بنقصها بالنص وبنرجع بنعملها بهالشكل هيدا على داير أجات، بيطلع شكلها كتير حلو، واللي بده فيها كلها مع السمك. رح نطلع بريك كتير قصير وبنرجع بنكفي سلطة الحلوم مع الدجاج.